بسم الله، واحد شغال في المشروع بيبدأ عندي كل تاسك فيها الوقت بتاعها، وأقدر أشوف الجانت شارت هنا أهوت. طيب لو أنا عايز أشوف زي النتيجة، تمام، وكل يوم إيه المهام اللي موجودة فيه، يعني يوم كذا في التاسك ديت والتاسك ديت، فباجي هنا في المشروع أقول له كالندر، فيبدأ يقول لي يوم مونداي المفروض إن أنا عندي التاسكات ديت وعندي الأعمال ديت. تظهر معايا هنا، ودي هنا تفسير للحاجات ديت، ورك باكج بيجينج ذيس داي، دي الحاجات اللي هتبدا النهارده، دي الحاجات اللي هتبدا النهارده، دي الحاجات اللي مستمره في اليوم ده. فدي بتسهل على الواحد ان هو يبقى فاهم المشروع، واقدر اختار هنا انهي شهر اللي انا عايزه، انهي سنه اللي انا عايزها تظهر معايا في النتيجه. انا مثلا فبراير مثلا، اقول له ابلاي، فيبدا يجيب لي لو في حاجه في فبراير.